الحمد لله. اسف جدا على التأخير. فين عمرو وسيد؟ فين عمرو وسيد؟ هسلم عليك، انا ما سلمتش. عارف عمرو اصلا معلق استكرات. ازيك، اسمك ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن، الحمد لله. الله يكرمك. بلوجر ولا ايه؟ يعني على قد الله يكرمك. عمرو معل، ما عرفتش اسمه. ازيك؟ ده سؤال كويس. انتوا جايين ليه؟ ده سؤال كويس بقى. بس قولوا لي انتوا جايين ليه؟ يعني عايزين نجمع نوايا كده. مش جاي عشان يتصور مع حد؟ دخل الصوره. لا نيته حالا. لا غير نيته حالا. اللي جاي دخل الصوره على حازم. هو دخل الصوره على حازم. ايه تاني؟ نبارك له. انا جاي عشان الدنيا. نبارك له. ماشي. انا جاي عشان الدنيا. احنا بنحبه فعامه في اللي بيعمله. او ناخد الخصومات بتاعت حازم. خصومات ها؟ تساعدنا احنا دي. ما عنديش زيها ليه انا. ورهان ورهان. هي حرام بس ما عنديش زيها ليه. طب احرقها بقى. ده حلو يعني بعيدا عن ال. حد عايز يقول جايين ليه؟ مين عنده نوايا تانية رجالة جايين ليه؟ حد عايز يقول رجالة؟ علي صوت. هو عملها. عمل ايه؟ خلينا نصلي. بجد والله مش انا يعني؟ ده انا بقعد ابحث. لا باشا. حلو والله. بقول لك يا صاحبي طيب. بابا عليك. بقول لك ايه برضه؟ قول. يعني احنا نعمل مجتمع حلو مع بعض بحيث ان انت تنشر المجتمع ده في المنطقة بتاعتك، تعمل مجتمع كويس. ده اللي عمله حازم مع الصحبة، فاهمين انت؟ حلو. عايزين قصدي. طب انت جيت ليه؟ جاي طبعا. جاي اعمل ايه؟ هقول لك انا جاي، انا جاي عشان ده حقه عليا. حازم ما عزمنيش على فرحه. ولا عزمني مرة في عزومة رمضان لما تقابله. بس من بعديها بقى واحنا اصحاب جدا، تمام؟ جاي عشان ده حقه عليا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيقول انه المسلم على المسلم ليه حقوق، صح؟ في 7 حقوق، حد عارفهم؟ حد عارف حاجة منهم؟ منهم زي ما انت قلت انك ترد السلام، شوف اخوك حقه عليك، لو قال لك السلام عليك ترد عليه، لو عطس تقول له يرحمك الله، شوف الحقوق بتوصل لتفاصيل عاملة ازاي؟ إجابة الدعوة قال لك فرحي مثلا قال يعني فلبي الدعوة. فالفكرة كلها ان انت تدرك انه اخوك ليه حق عليك، مش انا عايز مصلحة، انا عايز خصم، انا عايز مش عارف ايه. فعلا والله، واللي بيأثر انا شخصيا بأثر في الحاجات دي جدا. ليه؟ لان بني ادم عملي، فاللي هو مش براعي قوي موضوع المشاعر دي زي حازم. بس العبرة كلها انك تتغير بسبب الاسلام. انت عايز تبقى مسلم صح، محتاج تشوف حقوق الناس عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لان امشي في حاجه اخي احب الي من ان اعتكف فين؟ مسجدي هذا، اللي هو المسجد النبوي، مش الاعتكاف اصلا. اعتكاف المسجد النبوي شهر. فده فهم النبي صلى الله عليه وسلم لاهميه الصلاه والاعتكاف، ولاهميه انك تساعد اخوك في حاجه. ما قالش الحاجه دي كبيره صغيره مذاكره تكلفه 10 جنيه، قال حاجه بس. احنا ما عندناش دي، احنا عندنا تشوه انه الملتزم ده انت راسم له صوره بيصلي كتير حافظ قران، بس في الحاجات دي يا عم لسه هضرب من الصوره بتاعه، اعمل لايك، ابعت له حاجه، اقول له ما. احنا عندنا المشكله دي، تشوه في انه خريطه الدين دي الاخوه فيها عامله ازاي. ممكن تبقى فعلا فعل بسيط جدا زي ده، بس بالنسبه لحازم ممكن ده مثلا، حازم قبل النهارده ممكن يبقى مستقبله مثلا هيضيع، ممكن يبقى استبرق دي بالنسبه له وحشه جدا، ممكن يبقى ردود افعال الناس مش قويه. النهارده هو ممكن حياته تتغير بسبب انه ايه يا عم ده؟ لا ده لسه في امل، عشان انت جيت عشان تقول له حد الموضوع. فا يا جدعان عايزين نقدر شويه المجتمع زي ما انت قلت بقى، الاجتماعيات اللي ما بيننا، الاخوه اللي بيننا المفروض توصل لاني مرحله. لازم نعمل كده فعلا، هدفنا الوحيد ان احنا نعمل مجتمع كويس. دوري بقى ايه في المجتمع ده؟ فكر فيها. لان احنا ساعات بقل كلمه بتزعل اخويا، بتتريق على اخويا، بتتاخر عليه في ميعاد. بنتكلم في حاجات صغيره صح؟ بس ركز انه خلي بالك دي من حقوق اخوك عليك. فشوف سبحان الله، يعني انك تبتسم في وجه اخيك صدقه. حق عليك انك تضحك لما تشوفه. حسام ايه؟ حسام هيك الوصف. حسام يا دي النيله. اللي حصل معلش خلاص كلها بقت فلوجرز؟ منه لله فتح علينا فيروس. عشان
الطب الاسود ده. دي البيج كده ادفانسز وبتعمل ايجيبت كارير صم 2018. دي بريك. بص انا دلوقتي وقفتلك وعارف ان انا مثلا بفهم في حاجه بقى. لا تعالى الحاجات دي انا بقى علمك. تعالى علمك يا جماعه احنا جايين هنا. بص شفت انا وقفت لك ازاي؟ فانت دلوقتي وقفت لي عارف ان انا بفهم في حاجه معينه. فاكر الرجاله؟ كلهم؟ اعرف كنت عارف تعالى خديجه امير. ايوه ما شاء الله بارك. وده حذيفه امير. يعني لو شفت ده عادي. ده حذيفه امير وده عبد الله امير. عبد الله بيقول لك يا عبد الله صححت يا بابا اقول له عبد الله حبيبي يا دوم طبعا انا بغير الشارع.